تحية طيبة أعزائي المشاهدين، مرحبا بكم إلى هذا اللقاء الخاص. أعزائي المشاهدين، تألق جديد للدبلوماسية الموريتانية سجل هذه الأيام من خلال نجاح وساطة رئيس الجمهورية السيد محمد بن عبد العزيز لحل الأزمة في جمهورية غامبيا، تلك الأزمة التي يعني نشبت إثر الانتخابات الرئاسية وكادت أن تنجرف بالبلاد إلى شفا حرب يعني غير محسوبة العواقب لولا تدخل رئيس الجمهورية وتقديم مبادرة نجحت في احتواء هذه الأزمة قبل اندلاعها يعني بشكل متفاقم. يسعدني أيها السادة أن أستضيف للتعليق على هذا الموضوع كل من الدكتور محمد والسيد أحمد فال الملقب بوياتي، وهو أستاذ علم الاجتماع السياسي بجامعة نواكشوط ورئيس مركز مبدأ للبحوث والدراسات. مرحبا دكتور. أستضيف كذلك صاحبة المعالي عايشة فال من تمشل فيرجس، وهي وزيرة سابقة ورئيسة اللجنة الوطنية للنساء بحزب الاتحاد من أجل الجمهورية وخبيرة دولية. مرحبا ضيفتنا العزيزة. إذن سنعمق النقاش في مختلف المحاور المتعلقة بهذا الموضوع بعد أن نتابع عنصرا ممهدا مع زميلة طيبة تلغوث. جديد للدبلوماسية الموريتانية ينضاف إلى سابقه في ليبيا ومالي وساحل العاج. ها هي اليوم المبادرة الموريتانية تنجي الشقيقة غامبيا من ويلات حرب كانت قد لا تحمد عقباها. أيام من الانتظار والمباحثات وسط حالة من الترقب لتدخل عسكري تبنته مجموعة غرب إفريقيا لدعم الشرعية والديمقراطية بإزاحة الرئيس المنتهية ولايته يحيى جامي ودعم الرئيس المنتخب أدما بارو لتأدية مهامه كرئيس لجمهورية غامبيا. لقد عاشت غامبيا منذ إعلان النتائج الرئاسية حالة من الاحتقان السياسي، مما أدى في وقت لاحق إلى مغادرة الرئيس المنتخب إلى السنغال وتحرك دول مجاورة لإيجاد حل سياسي سلمي لإنهاء هذه الأزمة. في تلك الفترة ظهر الرئيس الغيني ألفا كوندي، والذي أجرى محاولات متكررة لم تكلل بالنجاح إلا مع بروز المبادرة الموريتانية، والتي انكشفت معالم نجاحها من اللحظة الأولى بتمديد المهلة التي أعطت الإكواس قبل التدخل العسكري. ولم تمضي 72 ساعة على تنقلات الرئيس الموريتاني والذي التحق به في وقت لاحق نظيره الغيني حتى انتهت الأزمة، وقرر جامي الاستجابة لمبادرة السلام الموريتانية الغينية بالتنحي عن السلطة وفتح المجال أمام مرحلة من الديمقراطية ينعم بسلامها الشعب الغيني بعيدا عن مجرات العنف والحرب. وهو كذلك الزميلة الطيبة، وهو ما أفلحت يعني الوساطة الموريتانية في تحقيقه. بداية دكتور بوياتي، كمهتم ومراقب، كيف سجلتم نجاح الوساطة الموريتانية في حل الأزمة في فترة وصفت بالقياسية؟ شكرا، شكرا لقناتكم الموقرة. اتفق كل الناس المتابعين للشأن العام عموما والمهتمين أيضا ب إكراهات الجغرافيا في غامبيا، جزء من إكراهات الجغرافيا لا ترحل موريتانيا، جزء من فضاء أو عمق استراتيجي بمعنى من المعاني. النجاح الباهر اللي حققته الدبلوماسية الموريتانية في ظرف وجيز، وكانت فرصة اللحظة الأخيرة فعلا. ما خلات الوساطة من مناغصات بفعل توفز بعض الجهات خاصة السنغال وميضلة الأكواس، لجعل الخيار العسكري أولى وفي وقت القارة الإفريقية ما تحتاج بؤر توتر جديدة. نجح السيد الرئيس في نزع فتيل تلك الأزمة في ذيك اللحظة، ولكن للأسف البنود اللي تمت فات تنفذ منها لا تعهد بسيد الرئيس، اللي هو انسحاب جامع من غامبيا، ولكن بدأت ميضالة الأكواس تجم جديد فيها سيارات سنغالية عسكرية تحت يافطة الأكواس، في حين أن الاتفاق واضح فيه أن الرئيس بارو غرد التويتر تويتر اللي نهارين يرحب بالاتفاق وأنه لا يدخل غامبيا، ونص المادة 14 أن ما يدخلوها قوات عسكرية تدخل أرض غامبيا، وخطاب أيضا يحيى جامي قال أنه سحب تجنب الدخول العسكري ايضا في غامبيا.
الولايات المتحدة كان هو نجاح للرئيس ونجاح للاتحاد الأفريقي ونجاح لوقت السلم للحرب. هذا تفرض على موريتانيا ياسر من الأمور. قلت خيار جغرافيا إكراهات الجغرافيا وأن قام بلو فترة من الزمن عمق استراتيجي موريتاني وأن فيه إلى عاد ما هي القوة الأولى أو الثانية اقتصاديا الثانية على الأقل المجموعة الموريتانية الساكنة في غامبي كقوة اقتصادية. إفقارها وتهجيرها الموريتاني يشكل عبء حقيقي للموريتاني وتلافي هو اللي قال له خير راها ما قبل ما راها وذلك فعل من أفعال دبلوماسية. بعدها الرمزي حاضر في الزيارة وإضافة لها الرئيس غينيا كوناكري أيضا يعطي بعد آخر ويقول الدولة الثانية المحاذرة للسنغال ما هي موريتانيا. والمحور تلعب به باريس اللي تلعب به باريس كنت غلط غير هي فعلا باريس في نهاية فترة هولندا قبل ما ولا هو مترشح يختار عدى الرأس حربته ما الفرنسا ما هي قادر تدخل بشكل قوي حتى بفعل ياسر من العوائق وفعل الرسالة الرمزية اللي عادتها القاعدة في مالي يوم إعلانه يوم خروجه من تبار ماكو اختار يمشي الرسالة من فرنسا ما زالت حاضرة. كانت الزمن في سباق مع ايضا وصول ترامب للحكم ويختاروا لا يحسم موضوع غامبي وتاخير الرئيس الموضوع انه خيار سلمي كان ايضا رساله اخر لبعدها رمز لها معناها ولا دلالاتها اللي نرجع للحديث جيد بارك الله فيكم شكرا جزيلا. اذا معالي الوزيره كيف سجلتم ايضا هذا النجاح لهذه الوساطه في جمهوريه غامبيا؟ شكرا لك نشكر قناة التلفزة اللي تحتنا هاي الفرصة ونختار أيضا نتهز هاي الفرصة الثمينة نهنأ فخامة رئيس الجمهورية على هاي المبادرة مبادرة الوساطة اللي كانت ناجحة واللي اليوم كل موريتاني مواطن موريتاني وله قام موريتاني وحده كل مواطن إفريقي ولا مواطن عالمي يهتم بالسلم فخور بها لأنها مكنت دولة شقيقة ودولة جوار ودولة احنا الموريتانيين يربطنا معها الكثير من الأمور الدين ويربطنا معها الجوار ويربطنا معها أيضا المصالح المرتبطة. إذا عودان مثلا وساطة مكنت من ذي الدولة أنها مثلا توقع في أزمة وفي حرب وفي عنف اللي نتيجته ما يقدر مثلا يتقف لها وخاصة على أنها نتيجتها ما هي قال لا على غامبيا وحدها على جميع المنطقة لا يعود عليها تأثير لعدم الاستقرار وقلة أمن في المنطقة. إذا ظهر لي مولان نجاح هاي المبادرة أيضا إجبر مثلا تثمين دولي لأن الأمين العام للأمم المتحدة ثمن مثلا نجاح هاي المبادرة برؤساء من إفريقيا وهذا ظهر لي مولان أنها رواية فصل الحقيقة أساسية. إذا النتيجة اللي جبرت في ظرف وجيز 48 ساعة واللي من خلالها رئيس الجمهورية مشى مرتين في غامبيا في أسبوع واحد ظهر أنه يعكس مثلا المصداقية المكان اللي عاد تحظى بها موريتانيا تحت القيادة الرشيدة الفخامة رئيس الجمهورية في الخريطة الدبلوماسية وهذا أيضا ظهر أنه جسده بعض من الأمور به لرئاستنا للاتحاد الإفريقي ورئاستنا للجامعة العربية ورئاستنا لمجلس الأمن والسلم الإفريقي وأيضا رئاستنا قمة إفريقيا والعرب. هذا أيضا مثلا أمور جسد من خلالها مثلا مكانة موريتانيا وأيضا مولي مقاربتها الأمنية لأن احنا الحمد لله اليوم أصبحنا نموذج الحمد لله شبه المنطقة نظرا لهذه المقاربة الأمنية. أسف المقاطعة معالي الوزيرة وهل تعتبرون يعني هذا التدخل في هذا الوقت بالذات بالإضافة طبعا إلى ما ذكره من دكتور بويات من يعني مصالح وشايش يعني تبرر تدخل موريتانيا لحل الأزمة وجود جالية موريتانية كبيرة يعني هل هناك هل يوحي هذا أيضا بإدراك من موريتانيا لضرورة أن تظل القارة الإفريقية تنعم بالسلم بعيدا عن الصراعات التي قد تؤدي إلى حروب لا يعرف إلى ما ستؤدي؟ إذا كيف قلت لك سابقا تكلمت عن المقاربة الأمنية عند موريتانيا واللي تبناتها واللي مقاربة تعتمد على إيش؟ تعتمد على تبني على اللي قالوا الأمن والسلم ما يقدر يخلق ما هو بتشاور وشراكة ما فيها اللي قد يعود وحده
بزاوية عن الآخرين، لأن هذا هو المقاربة اللي اعتمدت موريتانيا واللي مكنتنا على أن الحمد لله ساهمنا في حل الكثير من الأزمات في القارة الإفريقية. وهذا العدد الموريتاني ما قدت تعود مشبكة سواعدها مثلا، تعود مثلا لا كمتفرج مثلا على القضية الجامبية. الآن كان الرئيس الموريتاني الأخ محمد عبد العزيز أخذ المبادرة وظهر لأنها ما هي أول مرة، لأنها خلقت في ليبيا وخلقت الحمد لله في ساحل العاج وخلقت همالي. إذن هذا ينعت مثلا على موريتانيا ولله الحمد عادت عندها مكان الحمد لله، مكنتها منها مثلا ما هي غايبة عن مثلا الشأن في شبه المنطقة. جيد، شكرا جزيلا على الوزيرة. أرحب بالضيف الذي التحق بمجلسنا وهو الدكتور ناني والمامي أستاذ العلاقات الدولية. مرحبا بكم دكتور. دكتور، أي أبعاد في نجاح وساطة يعني في حل أزمة في ظرف كما ذكرت الوزيرة في ظرف 48 ساعة؟ بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله وسلم على رسول الله. في الحقيقة ممكن أن تكون قراءة من الحدث يعني قراءة عندها أبعاد متعددة، من أهمها الأبعاد البعد السياسي، البعد السياسي للدبلوماسية الموريتانية والحقيقة كيفية إدارة هذه الأزمة. وبالتالي أعتقد أنها من الناحية السياسية كانت عندها دلالة كبيرة جدا بالنسبة لموريتانيا وبالنسبة أيضا للجامبيين. البعد الآخر أيضا هو بعد بالتأكيد اجتماعي، لأن استطاعت الدولة الموريتانية أنها تستثمر العلاقات التاريخية ورابطها الحضارية بهذه الدولة، وتستثمر أيضا البعد التاريخي العلاقات مع الإقليم بشكل عام ومع هذه الدولة. هناك بالتأكيد أبعاد إنسانية بأنه ما استطاعت الدولة بأنها تفك فتيل أزمة، فتيل حرب كان ممكن أن يتعرض لها الإقليم، وبالتالي ستتأثر منها البلاد بشكل مباشر، خاصة أنه البلاد مثل ما ذكر عندها مصالح أساسية في هذا البلد. وبالتالي أعتقد أن الجهد اللي قام به من قبل الرئيس كان جهد حقيقة محمود، وكان جهد يعطي للدبلوماسية الموريتانية في هذه الفترة نوع من القوة ونوع من الحضور على الأقل على المستوى القاري. جيد، شكرا جزيلا. دكتور بياتي، برأيكم ما العوامل التي أفضت إلى نجاح هذه الوساطة؟ شكرا. أنا لأنشر بعض 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 الإشارات تأصيلية مهمة لعرض فيها وتعدد الفاعلين في الملف الجامبي. يلا نرجع له شوي نعرف قصته. جامبي كجاي داخل الأراضي السنغالية، ينقال في التاريخ بعض الروايات التاريخية تقول إنها جزء من مبادلة بين بريطانيا وفرنسا. بموجب تخلات فرنسا عن الجيب الجامبي لبريطانيا مقابل منطقة إلى فرنسا فيها رأس لحدة الماديبو، منطقة البرع الماديبو. هذا التاريخ كانت تستخدمها بريطانيا من أجل تصدير الرقيق نحو أمريكا في منافسة الميناء دكار. ميناء الف دكار كان يصدروا أيضا من كان مينائين، واحد أنجلوساكسوني واحد فرانكفوني، يصدروا منه الأفارقة في البيع. إذن الحضور الفرنسي حتى من خلال المحور اللي قاع يلا أطاري اللي هي تخلات عنها في التاريخ والتاريخ ما يرحم. هذه ملاحظة. ملاحظة ثانية تتعلق على أن حضور موريتاني كان بفعل عوامل مختلفة. موقعها في المنطقة غرب إفريقيا ودورها في الاتحاد الإفريقي ولجنتها لترأس وضرورتها الاستراتيجية ونظرتها الاستشرافية للواقع جامبي اللي ما تقدر تكرر أحداث 89 مع جالية موريتانية تم إفقارها وتم تهجيرها وبالتالي ترعاها قبل مرات. ثم طرف آخر في الملف هو طرف سنغالي. جامبي تحتضن كاساماس، جماعة كاساماس الانفصاليين، وإعادة ترتيب البيت الجامبي من طرف سنغالي وفق الأجندة السنغالية وفق الرؤية السنغالية يطلب منها مجاهرة مانعة في الاتجاه، وتحمجات لها في ذاك
نيجيريا مجموعة الأكواس، وقلت لك راها حد أنه جزء من تحالف مجموعة تنتمي نفس المجموعة البشرية في نيجيريا وفي غامبيا حديثا وفي ماكي صال في نفس المجموعة البشرية في إعادة تحالفات. غاية السنغال تفكيك مجموعة بنى البنية العسكرية الغامبية القديمة اللي كانت خارجة على الطوع السنغالي، والبنية الأمنية وبنية التحالفات في المنطقة وصياغتها وفق الأجندة السنغالية، ما يقطع الطريق أمام كاسامانسا، ويقطع الطريق أيضا أمام الفاعلين الكثر في المشهد في غرب إفريقيا. التحالف أيضا اللي أطل برأسه ثاني في الاتحاد الإفريقي، وكانت الإكواس إلى حد ما تقبل ملف من الاتحاد الإفريقي ومتسرعة في التدخل فيه. كان الملف الآخر يقوده رئيس موريتانيا محمد عبد العزيز، وانضاف له رئيس غينيا كوناكري أخيرا، وفي ظل أيضا تحالفات ثانية لها معناها ودلالاتها، ولا بعيد منهم أيضا رئيس تشادي ورئيس الاتحاد الإفريقي، وملفات ثانية في القارة رافضة تدخل إفريقي. بعد تنفيذ البند وبعد وضوح الرؤية ونزع فتيل، ظهرت أخيرا الأخبار الحديثة لليوم متعلقة بدخول قوات من الإكواس تأمينا لبارو. هذا يفتح بابين، يفتح أولا أن فهم إعادة نقاش بالاتفاق معادة حاضرة للأطراف الدولية، وأن فهم جهة تدفع الحرب. الثاني يدفع السيناريوهين، إما سيناريو فتح ملف الانقلاب، وهذا يساعد به البارو، ما عنده حاضنة حتى قوية ولا عنده تاريخ في غامبيا، حتى غامبيا حكمها لا رئيسين الأذل ولا السابق، وذاك الثاني متجذر بفعل ياسم العوام الأقل له عمر الزمني، وإما فترة انتخاب، إذا انتخاب أو انقلاب في الخيارات إذا لم يكن بارو حكيما ويعيد علاقات وفق توازن حقيقي في المنطقة وجعل موريتانيا عرفناها رقم ما يقدر يخطى على الأقل لذي المرحلة في غرب إفريقيا. ولا أعتقد أيضا السنغال في مصلحتها ولا في مصلحة حتى موريتانيا دفع شور التوتير ولا شور المنطقة. إذا عوامل النجاح للوساطة الموريتانية عوامل فيها عامل جدية وعامل مصداقية وعامل أيضا الأوراق اللي تملك في المنطقة، وورقة السلم أيضا ورقة مهمة على الأقل المستوى الأخلاقي تسويقها أحسن من ورقة الحرب. جيد، شكرا. تسمعني مع الوزير إلهي شوية انطلاقا من اللي قال الدكتور، لا هنا اسال الدكتور ناني بحكم تخصصه والعلاقات الدوليه، يعني اي تفسير برايكم الكون كما ذكر، يعني هذا الاتفاق الذي اسفرت عنه الوساطه الموريتانيه، الاطراف التي حضرت لم تبدع اعتراضا ولا حتى تحفظا، مثلا الامم المتحده الإكواس وحتى طرفي الازمه في غامبيا، أن يكون هناك مثلاً بعض الدول كما ذكر دكتور بوياتي سينيغال ما زالت هناك مؤشرات على الجنوح نحو التدخل العسكري، أي تفسير بمنطق القانون الدولي والعلاقات الدولية برأيكم وحتى المنطق؟ لا أعتقد أنه سينيغال بحكم الاتفاقيات اللي أقيمت في إطار الاتحاد الإفريقي هي لها ورقة وبيدها ورقة الضغط، وسائل الضغط المختلفة بما فيها الضغط العسكري القوة لإجبار الأطراف على الرضوخ للقرارات الإفريقية والدولية، هذه ورقة أساسية. لكن أيضا مثل ما أشار الدكتور أنه السنغال عندها رقبة قوية في إعادة ترتيب البيت الغامبي، خاصة أن السنغال من 22 سنة هي في علاقاتها مع غامبيا علاقات متوترة، علاقات غير طبيعية، في الوقت اللي من الناحية الجيوسياسية يفترض أنه السنغال تكون حاضنة، تكون لها يد طولة في غامبيا، خاصة أنها جيب صغير في داخلها، وتعتقد بأن الفرصة حانت لذلك، وبالتالي دفعت باتجاه التصعيد، رغم أنه أيضا استراتيجيا أنا في اعتقادي أنه بارو ليس هو الأفضل لتنفيذ الأجندة السنغالية، لأن في اعتقادي أنه بارو هو من الناحية الاجتماعية من البولار، والبولار وضعهم في السنغال ليس بالجيد،
حقيقة، والامتداد القوي لهذه المجموعة داخل موريتانيا، داخل غينيا، داخل يعني العديد من الدول التي لم تتجه بالاتجاه الذي اتخذه السنغال. أعتقد أنها ستكون. وأي تفسير برأيكم لهذا الاتجاه ما دامت هذه العوامل فقط السنغال لا تعضده؟ السنغال طبيعي جدا أنها تستغل، تحاول أن تستغل الوضع لصالحها، وهذا ليس حتى بعد أن انتهت الأزمة بين طرفيها. لا أعتقد أنها الآن فقط هي من باب وتوف ترتيب، لأنهم فاتوا دخلوا في هذه الخطوة التصعيدية، وبالتالي نوع من الرتوش للإبقاء على ما وجه يعني في تقديري سياسيا، أنه لا نحن كان عندنا دور ولا نزال نلعب دور. أعتقد أنه الأزمة في داخل غامبيا ترتبت تسوت يحيى جامع، ما أعتقد أنه كان يريد أكثر مما حصل وانتهى، يعني خرج اللعب الآن، والآن يجب أن تترتب اللعبة من جديد وفي ظروف غامبيا ومحيطها الدول. شكرا جزيلا معالي الوزير. برأيكم يعني نقطة السلم، ورقة السلم في المبادرة الموريتانية، هل كانت أبرز أو من أبرز عوامل نجاح الوساطة؟ أرى الله اللي أعلن ذي فار كنقطع شوط مهم مكسب، والله اللي أعلن أعطى إشارة مهمة، هو أعلن مثلا حل الأزمات يالله يخلق بطريقة سلمية بتشاور مثلا الحوار، وله عن طريق القوة به لهذا. مثلا تجربة فاتت نعتت طات نتيجتها ونعرف أنها مصل الحقيقة، ذلين قالوا القوة، ذلين قالوا مثلا اللجوء إلى دول خارجية، ما هو اللي يعطي نتيجة، ما الله قال لي عمقها عنا، قال ظاهر لأن هاي المرحلة المهمة إنه ما يتلبها قدر من مثلا مثلا تجاوب أهل أطراف كاملة، وهل لمنها باللي فتنا سمعنا بعض المعلومات فاتت تقول على إنه فم تجاوز له بعض التزامات اللي خلقت في الاتفاق، وهذا ظاهر لأنه فصل الحقيقة لا يخسر أولا هذه مثلا الشوط اللي والله زاد التوجه شوط الفارق أنهم يقبضوا أمورهم بروسهم مثلا، ويعودوا مثلا ذاك اللي قبضوا من التزامات لهي مثلا لهي مثلا يتابعوا والله ما ذاك له يعود في المستقبل ذا النوع من المبادرات لهن قال فادخلك مثلا مثلا يا غير ما وتابع ولا مثلا ما فهم حد باط مثلا تزم بالتزامات، لان انا ظاهر اللي اعلنها محطه مهمه لله يتلبلك يا الله مثلا السنغال ويا الله مثلا مجموعه افريقيا الغربيه فصل الحقيقه تتمكن من المكسب وتحاول على انه فصل الحقيقه انها نتيجه لافريقيا كامله، ما تعود يعود عندها نظره لها مثلا اكبر عمق من مثلا اللي عندها حاليا. يعني ما اعتبرتموه تجاوز لبنود الاتفاق، هل هو بالفعل تجاوز أم أن الاتفاق لما يتجسد تنفيذه بعد؟ احنا اللي حسب المعلومات الوردة انخلقت في الاتفاق مثلا ضمانات للرئيس السابق، يغير حسب بعض المعلومات لأن فيها بعض مثلا التجاوزات بدأت، وهذا في الله اللي أعلنه ما يالله ذي المكسب يكون مثلا يعود فوق المصالح كاملة، مثلا يالله دول كاملين هادفين أعلن مثلا تعود مثلا ذيك المنطقة اللي انطى الله أنها خلق فيها مثلا التجاوب، يعود مثلا تعود الأطراف كاملة مساهمة مثلا في هذه، يعني بعيدا عن محاولة الالتفاف بعيدا عن جيد. دكتور بياتي، هل يعني يمكن اعتبار هذا النجاح نجاحا يعني على مستويين، الحيلولة دون اندلاع حرب قرع طبولها، وكذلك إقناع رئيس خسر الانتخابات يعني وكان متمسكا بالسلطة إقناعه بالتنحي لصالح آخر منتخب؟ زين حتى أنا عندي مجموعة من التساؤلات. هي السنغال معجلة حتى للتدخل العسكري في غامبي ودول افريقيا ثاني خلق فيها انقلابات في كوت ديفوار بوركينا فاسو، ما عجلت حتى عليه، مش معجل عليه. ذي القوة الضاربة اللي تهدد بها في الدول، راه ما جنحت الحوار قدم الدول الافريقية ثاني لا موجبه،
ودم اللي من تحمس نحن حتى ان قام بما تدخل في حرب موجوب لمصالح الدولة الاستراتيجية، دولة موريتانيا الأمة الموريتانية مصالحها الاستراتيجية تعي وضروري ان نعود واعينها احنا كشعب، احنا كنخبه، احنا كصانع راي نقامبي عندنا فيها مصالح استراتيجيه في توازن منطقه وفي علاقات التحالفات وايضا في جاليه الموجوده فيها كثاني جاليه عندها قوه اقتصاديه في البلد. النجاح الى ورك حالا نجاح الى ورك ينشوف مآلات الامور جيد من درا ما زالت اوراق ما لم يتم استخدامها حتى الان. هي السنغال دارت القوات الحدود واستصدر قرار مجلس الأمن الدولي ما هو بالتدخل من الرئيس يلا يقبل الحكم يقير استثمار ورقة نقامبي ما هي جزيرة جغرافية وثقافية في الفضاء الفرانكفوني إنها جزيرة أنجلوسكسونية قلت حد استثمار أيضا فضاء تعلق بريطانيا من ما يخل فرنسا تقبل قرار في دولة على الأقل من ضمن بين الزوجتين الفضاء الأنجلوسكسوني الحكم بريطاني مع الله ود الشكل من ذا كان استخدمنا الورقة جنوب أفريقيا ومن الاتحاد الأفريقي من ذا كان لا يتقبل جنوب أفريقيا وخضر من دول الاتحاد الأفريقي تجاوز الاتحاد الأفريقي من طرف الإكواس فقط وتجاوز حتى سيداو. فعلنا احنا فعل موريتاني كان ظاهر وحاضر من ضمن التحالف الدولي وضمن أيضا منظمة ويافطة الاتحاد الأفريقي نجح إلى ورك لا ينجح حتى ما يتمو البند 14 من الصن ما تدخل قوات بيقول لي هذا ما يدخل قوات فقط رئيس ما نجح وطعن عبد القضاء وقال انه ما هو ماشي يدخل دولة ثانية حدودية دي سابقة تعيد مفهوم الدولة للتداول من ذلك كانت الدولة قاعدة الوطنية مازالت خارقة بالمعنى مفهوم السيادة الوطنية من ذلك كان مازالت خارقة ضد العلاقات الدولية المسلمات اللي كانت على العلاقات الدولية من ذلك تم انهيار كان انهارت فعلا وانهارت امام الدول الخمسه قاع فهمناها قدام امريكا والدول الخمسه قدامهم اللي انهارت قدام اي دوله اقوى دوله اقوى منها تقدر تدخل وفق اي بنت اختارته هي تعيد رئيس وتترد واحد هذا يعيد مفهوم السياده الوطنيه ويعيد مفهوم التدخل والحدود ويعيد حتى مفهوم العقيده العسكريه للدول في التدخل الاخر يعيد المراجعه به للعقيده العسكريه اللي في السنغال يلا عود يدخل في حال دفاع على البلد يقير في حاله هجوم على بلد اخر ووفق قرارات مجلس الأمن الدولي وتفويضه يعيد مراجعة ياسر من مفاهيم ما هو تخصصي تخصص الأستاذ الوزير أدرى قال ظاهر لأنه على الأقل من بعد الفلسفي في مفهوم الدول الوطنية المراجعة مفهوم العلاقات الدولية مفهوم السيادة ومفهوم اللي إلى حد ما الاستئساد في الغابة أن الأمين أحكم حد الحكم تمام من المآلات المحتملة أن يودي إليها طبعا آخر الأخبار مآلات بعد استشرافي حتى ويضرب به ما شاء الله الوزير اللي كانت في ذلك المجال الاستشرافي يتعلق برهانات عند موريتاني شنو رد فعل موريتاني باعتبارها كانت خالقة رسالة رمزية ان الرئيس قعد فم لين سواها وان الطائره الموريتانيه تمت فم لان نقلته هو كانت رساله واضحه بعد الرمزي ونشوف مثلا متابعه اللي قلت الحياد الاعلام بعض القنوات الفرنسيه تصور الطائره يقال ما تصور الموريتاني ايرويز ما تظهر فيها تظهر لا بعد مدخل الرئيس وتديرها في النبأ الثاني وتدير حتى تعطي الدور لجناكناكري هي لاعب ثاني في اكثر موريتانيا هذا واضح فيه قلت الحيادية في الخطاب وفي التوجه ما آلاته يتعلق برد فعل موريتانيا وموقف الأمم المتحدة وما كانوا يسرعوا دور ترامب ما يقبل وفذا سابق يجي ترامب راوجه وموقف الاتحاد الإفريقي القوة الفاعلة فيه وقرار ايضا الحاضنه الاجتماعيه والجيش الجامبي به رئيس البرلمان اعتقد ورئيس امين العام للرئاسه الجامبي اعترضوا على دخول قوات الاكواس في المنطقه وبالمناسبه يشيروا واحدين ان اللي دخل جيش سنغالي رفع يافطات الاكواس من درا ذي المقاربه ماشي لمنين الى اي حد فعل القوه وقانون القوه اي لا يسيطر اعتقد ان اللحظات القادمه والازمنه القادمه في راي موريتاني يدور عندها من الاوراق اللي قد تستخدم ما استخدمت قد ما يلا استخدموا ايضا اللي قد يعيد ترتيب المنطقه الى هم دخلوا فهم قالوا ما هو امن بارو من الجيش قدامه يقال هو ما يقدر تم يؤمن ما هو بجيشه ما يقدر تم قاعد فهم الجيش يأمنه بعد قاعد رئيس بعد لا يحسم اخباره مره واحده
من الله من الى اللي فات ناصر مع الوزيره تلاقى ما ذكر الدكتور برايكم هل ما زالت موريتانيا معنيه بتداعيات الملف الغامبي في مرحله ما بعد الاتفاق؟ هذا ما على موريتانيا طبعا على ضوء ما ساحدث على ضوء لما زالنا ارتباطاتها بغامبيا وبفريقيا امن افريقيا اللي نعتبره امن افريقيا ككل لا يتم دائما مثلا غريبه من الملف واللي يلاحظ مثلا في هذا الملف هو على انه كان من المفروض على انه مثلا الافارقه يكونوا دائما في النوع من الازمات يلجؤوا مثلا تشاور ويعودوا بكل ازمه لازم تعود عندها مفاتيح. هذا حسينا مثلا على ان كان فهم قياب مثلا اختيار هاي المفاتيح اللي تحل هذه الأزمة واللي مولينين حلتها عاد فصل الحقيقة فهم عدم تجاوب من بعض الفاعلين في المنطقة. هذا لأنه فصل الحقيقة رواية يا الله مثلا أزمة غامبيا لا هي يظهر منها هل الأفارقة مثلا قادرين مثلا على فعلا كيه اللي مثلا كما التقاها العالم على مثلا إفريقيا بدأت مثلا على انها تقبض امورها بليد وتحل مشاكلها والله مولي لها تدخل مولي هي في متاهه خراكي هذا اللي خلق في الشرق الاوسط وخلق في بعض الدول. هذا دور الايام القادمه ان شاء الله تظهر له بغير الله اللي على انه مولي نجاح مثلا هاي الوساطه ومثلا الحث على انها مثلا تجسد وتنفذ لا هي مولي مثلا ينعت على مثلا اللي قالوا ترسيخ الديمقراطيه والتناوب السلمي على يعني مثلا السلطة يا الله مثلا الأفارقة يعودوا آن الأوان أنهم يعطوا الإشارة مثلا اللي نموذج اللي إحنا ترامب رأوا فيه مثلا مشى أوباما برياحية وجاء ترامب يا الله هم اللي إحنا الأفارقة يعود آن الأوان يعني أن ما تات مطروحانا مشكلة هذا مثلا كلها مثلا توفهم وريتوا لا هيتنا مثلا ظهر لي وأنهم اللي رسالة من خلال هاي أنه لا بد مثلا يعود فهم ترسيخ الديمقراطية الحقيقية في إفريقيا قد يعودوا كانوا مرحلة تجريبية ومرحلة أولية يقارنها لمن الحق الوقت لأنه مدين حس إن إفريقيا هم اللي خلق فيها ترسيخ للديمقراطية والتناوب السلمي على السلطة. جيد شكرا جزيلا دكتور ناني. الجنوح نحو يعني التدخل العسكري ما دامت يعني موريتانيا الجالية الموريتانية في غامبيا هي يعني من أكبر الجاليات إن لم تكن الجالية الأولى كما ذكر الدكتور. هناك هل يعني على السنغال أن تأخذ في الحسبان هذا الاعتبار وبعض يعني الدول التي تظاهرها في هذا المجال نيجيريا مثلا هذه الدول التي تجنح للتدخل العسكري هل تدرك حجم يعني وجود الجالية الموريتانية وهل من الممكن أن تقدم ضمانات لموريتانيا بسلامة جاليتها هناك في حال تدخل عسكري؟ باعتقاد ان الدول لا تقرر اعتباطا ولا قراراتها تاتي بعد دراسه وسؤالين وحجم المصالح الموريتانيه في غامبيا اعتقد انه مرئي راي العين ليس خفيا وأعتقد أيضا أن لا مصلحة لموريتانيا حقيقة ولا للسنغال بأن تكون الأزمة هي أزمة سنغالية وموريتانية على الأراضي الغامبية. هناك انتخابات غامبية حصلت وخلاف غامبي حصل. نحن حقيقة لم ندرك بعد ما هي أسباب الأزمة لماذا تصرف الجامعة بهذه الطريقة. لكن المسألة هي أزمة داخلية في غامبيا وموريتانيا والسنغال أطراف خارجية في منظمات ضمن منظمات يعملون يفترض أنه وفق نفس الأجندة وبالتالي أعتقد أنه فقط هناك رؤى اختلفت داخل الاتحاد الإفريقي. هناك جنوح ولا نوع من التسرع أو نوع من أخذ المبادرة لأنه أيضا الأفارقة عندهم تصميم واضح بأنه
اللعب بنتائج الديمقراطية، نتائج الانتخابات يجب أن يتوقف، وبأن إفريقيا يجب أن تتجه إلى الديمقراطية. الأفارقة أيضا ليسوا لوحدهم في هذا المسعى، وإنما معهم دول العالم كلها، ونحن لا نعمل لوحدنا. يعني موريتانيا والاتحاد الإفريقي ليسوا لوحدهم، هناك دول كبرى وعالمية تنظر المشهد ولها دور فيه، وبالتالي لازم ليست أي أزمة سنغالية موريتانيا. السنغال صحيح أنه من منظار مصلحي ضيق ممكن أن يفهم لماذا تصرف بتلك الطريقة، وأيضا الدول، أنا أقول دائما أن الدول لا تسعى أنها تتجه في اتجاهات الغلط. السنغال إلى آخر لحظة يفترض أنه يبرر الموقف الذي أخذه منذ البداية، وهذه ذيول ذلك الموقف، أنهم يدخلوا بارو يقعدوا على الكرسي، والله ما يقعدوا. الجيش الجانبي قال أنه هو جيش يأتمر بأوامر الرئيس المنتخب. حتى أنا في اعتقادي أنه يحيى جامع طعنه في الانتخابات كان مبرر جدا وكان موضوعي جدا. يعني مناورة ربما؟ لا، ليست مناورة. لماذا مناورة؟ يعني هو هناك لجنة مستقلة مسؤولة عن الانتخابات، لا يضغط عليها أحد يفترض، وحتى هو يبدو أنه لم يضغط عليها. هي يعني عادت النظر في عملها ووجدت أخطاء، فطبيعي أنه الخاسر ينتبه لهذه المسألة. أنت لما يكون كان الفرق هو 60,000 ويتضح أنه الفرق هو 20 بين عشية، لأن جرة قلم نحن رجلينا خطأ، ليس طبيعي الخاسر طبيعي أن اثنين، لماذا هو قدم شكوى إلى محكمة؟ لماذا هذه المحكمة لا تنظر ولا تجتمع؟ ما هو الذي عطلها حقيقة؟ غير مفهوم. إذن برأيكم الآن كل ما حدث كان مبررا تقريبا؟ لا، في سياق العادي مفهوما على الأقل يفهم. فمعناه أنه العودة إلى السؤال، أنا في اعتقادي أنه السنغال تصرفت بهذا الاتجاه وتحاول تبرير موقفها إلى النهاية. لابد أن تترك لها أن ما تقول نحن أخطأنا من البداية وهكذا وسلمنا، هذا شيء مفهوم وطبيعي. وموريتانيا أعتقد أنها حتى يعني ولو كانت الأزمة تم تجاوزها وتم حلها، هي الأزمة مرحلة الأزمة ومرحلة الاستثناء. يعني هو ما لم يجلس باروف على كرسي الحكم ويصدر أوامر ويقتلع نفسيا، يعني الأزمة تزاوج عنه، ولا بد يقعد رئيس حقيقة، لأنه هو رئيس لحد الآن في السنغال. يعني معناه أنه هذا جانب، وبالتالي أنا أعتقد أنه الأمور هي أسهل بكثير من هذا. أنا عندي توضيحات يتعلق بثلاث نقاط، واحدة ثارت عندي سيد الوزير. النقطة الأولى تتعلق بموضوع بولار نيجيريا رئيس من بولار، وغامبي بارو من بولار، ماكيسال من بولار، غير بعض المجموعات في الدول الموروثة ما بعد الاستعمار كانت ما عدا دول، منهم بولار ومنهم التوارك ومنهم في شور المشرق يقولون قالهم لكرات، مشتتين بين مجموعة دول. يقال ما عندهم دولة إيران هوية حكمتها دولة، يقال ذاك بعد حالا وضاح أنهم رؤساء من البولار. ملاحظة ثانية تعلق بتصحيح معلومة، ما هن جالية في غامبي، ما هي أول جالية في الخارج؟ قال ثاني قوة اقتصادية في غامبي لمستوى غامبي. موضوع آخر ثالث السيد الوزير، أنا خطاب المعارضة والسلطة في إفريقيا يحتاج إلى الترشيد والتسديد. شنو المنطق اللي عود بارهم؟ كيف انه سابق يستلم الحكم يقول سأحاكم دولة ما مجدر فيها الفعل الديمقراطي ولا الثقافة الديمقراطية ولا تبادل السلمة على السلطة، ما فاتح بعض الحكم يقول سأسائله سأحاكم. هذا يحتاج إلى الترشيد في الخطاب الإفريقي، ان اي رئيس ما يقدم شيء به اللي ما هو آمن، ما فهم دولة مؤسسات وقوانين وناظمة، ولا فهم تاريخ دولتي ومؤسساتي. مازال سابق يحكم قال لين حكم وقال ماني ماشي، عاد لابد من ضمانات. هذا مستوى خطاب المعارضه في افريقيا. اذا ما زالت معارضات لم تنضج، تحتاج الى خطاب الترشيد والتسديد. السلطه، اي سلطه تحتاج المصالح مع الذات، وتعرف انها ما الطريق اللي جات بها، الزمن تعي احداثيات الواقعيه الزمانيه والمكانيه، ان الزمن تغير
من واقع متغير في عالم متغير بل سريع التغير، وانها ما قد رؤساء افريقيا في ياسر عنده التأبيد وعنده التمديد وعنده شانقوله ياسرين فيها، ولا دخلت في افريقيا ولا دخل فيها العالم، لا الغرب الصامن الديمقراطي ولا الافريقي. هذا منطق قوه، منطق قوى، وله تاريخ. حتى اذا اللي قال له النظام السياسي الليبرالي الديمقراطي كواجهه سياسي النظام الليبرالي نجاحته نجاحه على الاقل ما ظهر حتى في افريقيا وان كان مطلب مشروع، يقر انهم تدخلوا به لا يفرضوا ديمقراطيه في غامبيا الا انها هي الاضعف وانها جايه داخل السنغال ونفهم قوى كبرى براسها دوله من دول الخمسه الدائمه العضويه تريد ازاحه نظام صالح محور معروف. اذا السلط في افريقيا يتعدى المصالح ما ترى يلا تمشي به اللي هو قانوني يلا تمشي باش تحفظي المال وتحفظي الدول وتحفظي الانفس. والخطاب المعارضات في افريقيا تحتاج الى التسديد والترشيد به اللي ما يعود حد سابق يمشي قالوا هم مسائل ومحاكمه ما هو ماشي. اذا يعني اعترف يحتاج الى تشجيع يعني على التنحي على يحتاج على نوع من نوع من من من, من ترويض النفس، ترويض النفس على ثقافه العيش معنا وان متباركون رب الناس الديمقراطيه يلا يفهم السلطه ويغير تفهم المعارضه وانهم جاوا من اجل العالم فرض ديمقراطيه. هذا ما راه اطلاقا جاوا فرض منطق قوه ومنطق ثار ومنطق اعاده ترتيب المنطقه واعاده ترتيب البيت القامبي لصالح الاجنده السنغاليه ومفهوم واضح. اعتقد ان 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 فم 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 ملف احنا ما في صالحنا نصلحوا قامبي في خساره السنغال. ما يلا نصلحوا علاقتنا بقامبي ما يجي نخلصوا السنغال. لا بالمقابل السنغال ما يلا تخسر، تخسرنا احنا تحت اي ظرف. السنغال ما يلا تخسر موريتانيا تحت اي ظرف، احنا ما يلا نخسر في اي ظرف. به الجغرافيا اكراهاتها حقيقيه، احنا ما نقدر نروح بها ما يقدر حل. تداخل السكاني، تداخل البشري، تداخل الاقتصادي، مستوى التبادل، نفكر في جسر على النهر. بعد جينا ازمه في قامبي، يا السنغال تعود واعيه حتى لإحداثياتها واعينا احنا اكثر لواقعنا ونفهم جهات متوفزه لخلط المنطقه وتدميرها، والله تدبير سوء تدبير فيها من اجل ترتيب بعض الاوراق. يلا عود صانع القرار فينا وفيهم واعيين اللي ندار به اللي خير البيضان شو يقولوا خير تبنت منك ونقوم عنها، خير حد يرعاها اكبر مراها سابق خير من اللي يقطعها ويرقعها. فعل الدبلوماسيه الموريتانيه كان واضح وفعال في الفترة الأخيرة جدا، في حراك قوي جدا مستوى الجامعة العربية ومستوى الاتحاد الأفريقي، هذا يرسمل يراكم يرسمل الفعل، رسمل الفعل وبناء تراكمي بحضورها في المحافل الدولية وغياب ما يعود في مقعد شاغر، يقرأ أيضا بوعي براغماتي حقيقي في حسابات دقيقة في أي خطوة وأي كلمة تطرح علاقة بين دولتين ولا فعلا في صالحنا خصوصا السنغال دولة جارة وصديقة وشقيقة. غير ملي ما يقدر يتخلى موريتاني واعي عن الفعل في قامبي والحضور فيها ولا يقدر حد يخليها تحت الحاضنة السنغالية في جيبها. هذا استراتيجية غير مقبولة. فقط النقطة التي السؤال الذي طرحته على الدكتور الناني اسمع منكم تعليق هو هل يمكن أن تقدم لموريتانيا ضمانات ب هل هناك من يمكن أن يقدم ضمانات لموريتانيا بسلامة تجاريتها في غامبيا في حالة أي تدخل عسكري؟ شوف منين يخلق الفعل العسكري ما لهم ضمانات مقدمة لحد. إن قال إن النخبة ياسم المواطع الحرب الأهلية تم تناظر لها قال من تخلق رصاصة ما تميز بين المثقف والدكتور والعامي والصندري رصاصة طايشة ما تفرق معناها أن يا الله الراعوا أن ما تخلق حرفهم. اللي تسريبات اللي شفنا دقيقه والله ما هي دقيقه ان موريتانيا حملت السنغال اي شيء ضد رجاليتها باعتبارها هي راس الحرب في التدخل. وهذا الدور تعود لا فهمت هذيك الرساله. راشد ما عند الله كدعاء على الاقل ما هو كتحليل ان ما يخلق تدخل بردات فعل عكسيه ويخلق فيه ما خلق تدخل عسكري ما جات ردات فعل من الشارع ومن جيش الدوله ويخلق قدر من المشاكل ويعود مستهدف الناس الاقوى والاكثر والمتميزه على الاقل على مستوى البشره وعلى مستوى اللغه وعلى مستوى حضور صاحبه الفعل الدبلوماسي. انا واضح على موريتانيا في غامبي فعل بشره وفعل التميز وفعل ادائنا حق الدبلوماسي. يلا نعود واعيين لخطورته ونعرف ان الدول ايضا دور تعود واعيه لك. يقير في حاله الجيش الغامبي ما تدخل معارض ولا القوى الغامبيه ما فهمت ما عادت معارضه حتى للفعل التدخل ولا قامت بالنهب وذاك الشيء قد هذا يحفظ جاليتنا. غير الامور يلا نعود واعيينها في حاله اقصى درجه الخطوره على مستوى السلطه وعلى مستوى الجاليه وعلى مستوى الراي العام. انت خلينا عن غامبي مستحيل
يقرر يقدر خسارة السنغال ما هي ضرورية، يقرر السنغال يلا توعى إنه يقدر خسارة نحن الفرد واحد موريتانيا الجامبي نواعينه واعينه ولاهي ولا قد يكرر على الأقل واعينها قاصدينها 89 الآن ما نبغى تخلق تفقير وتهجير ما عندنا له حاضنة حقيقية ولا هو قاعد ضروري ومستقبله. جيد شكرا جزيلا دكتوريا، كان فيه إضافة ممكن حلقه على ما قال الدكتور، وأسألك رصيد الدبلوماسي لموريتانيا الذي تحدثتم عنه خلال هذه الحلقة سواء على المستوى جامعة الدول العربية وعلى المستوى الإفريقي في الفضاء الإفريقي، ما الذي يضيفه نجاح هذه الوساطة إلى هذا الرصيد السابق؟ أنا نختار سابقا نجاوب على سؤالك شوي، نرجع شوي على شيء قال الدكتور، نختار ما نوضح فيه على قد ما هو مفهوم، لعل مثلا يفهم خلاله أن موريتانيا مثلا وساطتها القصد منها لا حماية مثلا جاليتها، فيها مثلا فهم مصلحة عامة اللي فيها فيه غامبيا دولة شقيقة ودولة مثلا يربطنا معها ياسر من العلاقات التاريخية، وفيها أيضا أن فعلا عندنا جالية لأن عندنا مثلا جهود موريتانيا مثلا تصليح الوضع في غامبيا داخل مثلا في إطار الجهود اللي قامت به موريتانيا في إطار دبلوماسيتها في جميع الدول اللي قد دخلت فيهم، هذا في إطار مثلا الاستقرار والأمن في قارة إفريقيا. إذا عنها ما هو مثلا ما عندها لا منظارها الوحيد هو مثلا مصالح جاليتها، ومصالح جاليتها مهمين بفصل الحقيقة، عندها مصالح، عندها جالية كبيرة ومثلا عندها ثروات كبيرة في غامبيا، يغير فما مولي المصلحة العامة مثلا دولة غامبيا كدولة إفريقية كدولة شقيقة. فيما يعني الرصيد مثلا الدبلوماسي اللي عند موريتانيا، وهذه من الخطوة اللي خلقت اللي أكدت مثلا إصرار موريتانيا على لعب هذا الدور وتمركزها، ومثلا عودان على أنها فرضت مثلا وجودها، وهذا يرجعني على كي قال الدكتور أن العالم يشهد تغير، وهذا طارح مشكلة به اللي في تاريخ الأمم كانوا فما قطاب ونجي قرن وخرج وقطاب أخرين، وهذا مثلا الدول تتقبله بصعوبة على مثلا تعيت الدولة صغيرة تنهض فيه ياسر مثلا من الدول وما فاتوا متقبلينها به اللي دائما هيك دولة قوية وهي دولة ضعيفة، هيك الضعيفة ما مقبول لها مثلا أعلنها مثلا تتحدى وتعود لفوق، غير هذا مثلا مفهوم جديد لأن ذا اللي خلقه في الولايات المتحدة يأكد أن العالم التوازنات تتغير مثلا علاقات القوة وعلاقات مثلا بين الدول تتغير، وهذا هو العدن الموريتاني منذ السنوات الأخيرة مثلا ذا المكسب الدبلوماسي اللي خلق فيها أعطاها مكان، وهذا قد يعود مثلا بعض البلدان اللي مثلا معانا في القارة الإفريقية فيهم شيء مثلا قد يعود ما هو متقبل ذا والله ما هو قابل، واحنا فرضناه بجهودنا وفرضناه بمصداقيتنا ويلاهم ولي على كل حالة انقلع من الرأس انها دولة مثلا كانت صغيرة والله ضعيفة الى اتفرضت وجودها وات عندها مصداقية، لا هي مدي تنهض في زر الدول مثلا اللي مثلا فات وقطع الشوط في هذا المثل. إذن هذا مفهوم هون طارح مشكلة حتى على مستوى العالمي، يعني عن كل ما هم دولة مثلا متقدمة ترى قدر مثلا من 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 مثلا الدول الاخرى اللي ما هي قابلتها مثلا انها تعود مثلا امامها والله فم صراع وفم منافسه مثلا، يعني لانه واهل انه مكانه موريتانيا من الطبيعي انها تجبر قدر من العراقيل به اللي قد يعود كانت اصلا لا مخليه مكانه، اذا عنها نهوض هالشهر مثلا مكان اخرى ومكانه مثلا أعطاتها مثلا أنها الحمد لله ساهمت في قدر من النور، وأنها مثلا ترأست مثلا هؤلاء الهيئات كاملة واللي فصل الحقيقة الوساطات كاملة شاركت فيهم كانت ناجحة، هذا قد يعود إزار بعض مثلا البلدان ما فات عاد متقبل، لكن غير هذا واقع وهذا ملانا هذا كامل يا الله وكلها يفرض وجوده بنفسه وبجهوده ومصداقيته، وهذا اللي ما أنها رواية فصل الحقيقة مهمة وراجين إن شاء الله أنها تتطور أنها تتقدم إن شاء الله. جيد دكتور نان، في حال ما إذا حصل التدخل العسكري اليوم في غامبيا هل هو ما يبرره برأيكم؟ أنا أعتقد أنه الآن لا، لأن أنا قلت في البداية أقصد الآن أقصد مرحلة ما بعد الاتفاق، هي أنا قلت أنه شرعية التدخل القوة اللي تلعب عليها أو الورقة اللي تلعب عليها سنغال والإكواس يعني هذه الصقور في حل الأزمة الغامبية هي ورقة القانون الاتفاقيات الدولية سواء كانت الإفريقية أو الأممية،
هذه الاتفاقيات مساعيها اولا هي مساعي سلميه لترتيب الاوضاع. ثانيا انا باعتقادي انه فتيل حل الازمه لا يعني ما ظل موجود، وبالتالي ما ظل مبرر للحرب، لان الجهود يعني جهود السنغال وجهود العالم كامل هو من اجل منع الحرب في غامبيا. ولا يمكن اي دوله سواء كانت عظيمه او تحت اي خطاء تعلن انها هي تتعمد اشعال الحرب في اي مكان. المبررات توجد لكن لمصلحه من؟ يعني انا باعتقادي انه اذا كانت السنغال هي مدفوعه بغطاء فرنسي او كذا، فرنسا ما عندها وجه ممكن تبرر به للعالم حرب جديده في افريقيا، تدخل جديد في افريقيا. دول العالم خطابيا وسياسيا لا تبرر الحرب ولا تبرر الارتداد عن نتائج الانتخابات مهما كان. صح انه اصحاب الشان المتضررين الاوائل هم اصحاب المبادره الاول، وهذا هو السبب اللي دفعنا كبريطانيين ودفع دول القاره كامله انها تعمل على حل هذه الازمه وانطلاقا من التزاماتها الذاتيه. وله يعني لان الالتزامات هي نوع من التقنين والتنظيم للمصالح. نحن مصالحنا في ان نسعى في ان يكون هناك امن وسلم في هذه المنطقه، والصراع على السلطه هو من اهم المبررات والاسباب اللي تقود الى الحرب. وبالتالي انا اعتقد انه الان ما ظل فيه، وهذا شخصيا بعد على الاقل مطمئن، انه ما عاد فيه مبرر للحرب، وانه ما يطفو على السطح ما هو فقط من اجل الحفظ اللي قالوا ما أجوش، لأنه المنطقة فيها توازنات وتقليدية تقليدية يعني موريتانيا تاريخيا لا كانت لها ما يميزها عن المناطق عن دول المنطقة في كل في كل في كل تاريخها. به اللي موريتانيا أعتقد أنها لين 72 ولا 73 وتجرع تخرج من المنظومة الفرنسية والترتيب الفرنسي للمنطقة، هذا تميز حد ذاته وخروج على المألوف. وبالتالي أعتقد أنه الأفارقة في ذهنهم أن موريتانيا شيء متميز وبذاتية خاصة على الصف، ومتى تستغل تجد موريتانيا الفرصة السانحة لإظهار مكانتها. أقرت السعودية زيادة حصة حجاج موريتانيا ب 508 مقاعد إضافية بداية من العام الحالي. وحسب بعض المصادر الرسمية فإن القرار عبئوا هاتفكم الثابت واتصلوا نحو جميع الشبكات الحيوانية. أوكي. كامل هو من أجل منع الحرب في غامبيا. ولا يمكن أي دولة سواء كانت عظيمة أو تحت أي خطاء تعلن أنها هي تتعمد إشعال الحرب في أي مكان. المبررات توجد لكن لمصلحة من؟ يعني أنا باعتقادي أنه إذا كانت السنغال هي مدفوعة بغطاء فرنسي أو كذا، فرنسا ما عندها وجه ممكن تبرر به للعالم حرب جديدة في إفريقيا، تدخل جديد في إفريقيا. دول العالم خطابيا وسياسيا لا تبرر الحرب ولا تبرر الارتداد عن نتائج الانتخابات مهما كان. صح انه اصحاب الشان المتضررين الاوائل هم اصحاب المبادره الاول، وهذا هو السبب اللي دفعنا كبريطانيين ودفع دول القاره كامله انها تعمل على حل هذه الازمه وانطلاقا من التزاماتها الذاتيه. وله يعني لان الالتزامات هي نوع من التقنين والتنظيم للمصالح. نحن مصالحنا في ان نسعى في ان يكون هناك امن وسلم في هذه المنطقه، والصراع على السلطه هو من اهم المبررات والاسباب اللي تقود الى الحرب. وبالتالي انا اعتقد انه الان ما ظل فيه، وهذا شخصيا بعد على الاقل مطمئن، انه ما عاد فيه مبرر للحرب.
وأنه ما يطفو على السطح ما هو فقط من أجل الحفظ اللي قالوا ما أجوش لأنه المنطقة فيها توازنات تقليدية تقليدية يعني موريتانيا تاريخيا لا كانت لها ما يميزها عن المناطق عن دول المنطقة في كل تاريخها به اللي موريتانيا أعتقد إنها لين 72 ولا 73 وتجرع أنها تخرج من المنظومة الفرنسية والترتيب الفرنسي للمنطقة هذا تميز حد ذاته وخروج على المألوف وبالتالي أعتقد إنه الأفارقة في ذهنهم إنه موريتانيا شيء متميز وبذاتية خاصة على الصة ومتى تستغل تجد موريتانيا الفرصة السانحة لإظهار مكانتها وتستغلها هذا هو الفعل السياسي هو النجاح هو الآن أعتقد أن موريتانيا الآن لا تحافظ على أنها تستغل الفرصة كلما بدت لها جيد ونحن نحاول يعني الوقت أدركنا تقريبا نحاول الخروج بخلاصات الحلقة يعني هل يمكن الحديث الآن عن تجربة تراكمية حصيلة يعني دبلوماسية موريتانية شكرا أنا سلفت نجاحات دبلوماسية وخاصة ما يتعلق باحتواء الأزمات أنا سابق من خلص أستاذ نان دول ما تحتاج مبررات العراق ودمر وخسر تعرف أمريكا وقرار تنفسها ما في مسلحة دمار شامل برا من واضح فرنسا واضح له هي على انه هون هولاند خطابه بمكو انه ما هو ماشي انه الامن راعي احلى مالي في نفس النهار عرف ما قضى مالي وليبيا ساركوزي مقرر هو والدول الخمس انها داهي دمر ليبيا هما كانوا قاعدين في لحظه من اللحظات يغتالوا القذافي ويخلوا ليبيا قران التدمير والتفكيك واعاده الصياغه واعاده ترتيب اوراق المنطقه جزء من استراتيجيات لعبه الامم بعنوان الكتاب بجهات أكبر وأقوى ولا ينطبق بشكل عادي ولا هو عفوي ولا هو ارتجالي ولا يقدر يعود بشكل عادي ولا هو طيب حتى ولا هو نبيل حتى هذا مشي مشروعية تدخل ماتس بخلاص تراك تجربة الموريتانية بالدبلوماسية الموريتانية في تاريخها من 60 تعرف المختار دا كان روس قطع العلاقات الإفريقية الإسرائيلية بفعل وجود موريتانيا مازال تستقل كم من كان سفير العالم العربي جامعة عربية ورغم أنه انضفناه لا أخيرا في إفريقيا مهر المختار دادا كانت شكل موريتاني جسر حضاري ولا هي نقطة وصل كانت شكل جسر حضاري ودبلوماسي بين الفضائيين الإفريقي الأسود والفضاء العربي كان فعلها دبلوماسي حاضر في المحافل الدولية كانت رغم قلة اليد وحالا أيضا عاد جزء من تراكم ايضا فعل دبلوماسي حاضر تراس القدر اول مره في جامعه عربيه تتجمع في موريتانيا وكانت حاضره في الفعل الافريقي قديما وورك البناء التراكمي استثماره وراس ملته هذا واقف عليه دبلوماسي موريتانيا تقعد واعيته في رؤيته وتصورها به اللي دبلوماسية الواعية دبلوماسية اللي عندها رؤية دبلوماسية الديناميكية دبلوماسية المتحركة ما هي دبلوماسية اللحظة والارتجال جيد شكرا جزيلا خلاصة أخيرة دكتورة معالي الوزيرة أنا في الأخير ظهر لي منانا لأن ظهر لي مثلا هذه مثلا البساطة خلقت أنا شخصيا متفائلة اللي نعرف أنه الحمد لله خلق فيها مثلا هذا المكسب وظاهر لأنني ماني خايفة على العلاقات لأن موريتانيا تحرص على العلاقات مع دول الجوار والسيني قال ملي هاو دول مرتبطة عندها سن الارتباطات اللي تفرض عليها لأنها فرصة عليها مثلا تعود منسجمة وتعود مثلا ما الشفاء مثلا توجه لك ولا يخدمهم كاملين وظاهر لأنه فاصل الحقيقة الدور اللي قامت به موريتانيا وهذا لأنه مهما اللي خلقوا رذاك مسجلها إيجابيا لأنه نجاح عدلته كانت صاحبة مبادرة مع غينيا وهذا لأنه نجاح يسجل موريتاني وصلتهم للمرحلة
وذا الاخر مولي له تم اللامسه فيه وتحث على انه ان شاء الله تعالى يرجع. شكرا جزيلا مع الوزيره. اذا خلاصه اخيره نقطه تنضاف الى حصيله دبلوماسيه الموريتانيا. ان شاء الله ان شاء الله. انا أعتقد انه نجاح باهر للدبلوماسيه الموريتانيه واعتقد ايضا بانه ماكافيل هو من بين الناس اللي يعتبر براغماتي حتى ما كان يطرح إلا أنه لابد أن يبرر السلوك، أنه أنت تتظاهر بالأخلاق وتتظاهر بالطيبة وأنت تريد أن تبطش، وبالتالي نحن للحفاظ على الديمقراطية ممكن نبطش بالدول، يقال يبقى لافتة هي التبرير. وبالتالي أنا باعتقادي أنه الصراع ليس صراعا سنغاليا موريتانيا، بالعكس يعني موريتانيا والسنغال عندها روابط مسرحية أكبر أعتقد من ما يربطها مع غامبيا، رغم أنه السنغال معروف يعني منحر من غامبيا وهذا تصرف طبيعي للمحافظة على بصرها، لكن هذا أعتقد أنه أيضا من حكمة الدبلوماسية الموريتانية أنه تكون عندها دورها ومكانتها الطبيعية دون خسارة. جيد، شكرا جزيلا. إذا أعزائي المشاهدين، في ختام هذا اللقاء الخاص الذي تحدثنا فيه حول نجاح وساطة موريتانيا في حل الأزمة بجمهورية غامبيا، أشكر إذا في ختامه الدكتور محمد والسيد أحمد فال الملقب بوياتي، أستاذ علم الاجتماع السياسي بجامعة نواكشوط ورئيس المركز الموريتاني للبحوث والدراسات مبدأ. أشكر كذلك صاحبة المعالي عايشة فال بنت ميشيل فيرجس، وهي وزيرة سابقة ورئيسة اللجنة الوطنية للنساء بحزب الاتحاد من أجل الجمهورية وخبيرة دولية. أشكر كذلك الدكتور ناني وللمامي، وهو أستاذ العلاقات الدولية بجامعة نواكشوط ونائب رئيس جامعة نواكشوط كذلك. شكرا لكم إذن على تلبية الدعوة وإثراء النقاش في هذه